ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في السفلر رياكشن على هوم سينما. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان كريم. كل سنه وانتم طيبين كلكم. النهارده هنعمل تريلر رياكشن لفيلمين من الافلام اللي هتنزل السينما قريب. ما فيش مسلسلات رمضان الحلقه دي. مسلسلات رمضان لسه في السكه جايه بس لسه مش دلوقتي. 15 رمضان ان شاء الله باذن الله. التو تريلرز اللي احنا هنعمل لهم تريلر رياكشن النهارده هو فيلم فاست اند فيوريوس الجزء التاسع، ومعانا الفيلم الجديد بتاع عالم مارفل السينمائي اللي هو تشانج تشي ليجند اوف ذا 10 رينجز. خلينا نبدا بفاست اند فيوريوس الجزء التاسع. نزل الاوفيشال تريلر من كام يوم، اتكلمنا قبل كده في الكاست ليست. هو طبعا الاخراج لجاستن لين اللي كان اخرج قبل كده الجزء الرابع والخامس والسادس لفاست اند فيوريوس، سلسله افلام فاست اند فيوريوس. ومعانا نفس الكاست ليست طبعا، فين ديزل وتشارليز تايرون، ومعانا المره دي جون سينا اللي هيطلع هو اخو فين ديزل، وميشيل رودريغيز ولوكاس بلاك اللي كان طالع قبل كده في طوكيو دريفت، ومعانا كمان هيلين ميرن وسون كانج اللي هو هان وتايريز جيبسون ونفس البفة بتاعت فاست اند فيريس. مفيش اي جديد يعني. فاست اند فيريس من الافلام اللي انت تتفرج عليها اللي انت تخش من الاخر السينما تفسي دماغك، يعني مفيش اي حاجة اللي هو انت تبقى قاعد اللي هو خلاص هتموت وتعرف ايه اللي هيحصل واو وبتاع. وقبل ما اتفرج على تريلر احب اقول لكم اصلا السنة الجاية تقريبا او السنة اللي بعدها هينزل الجزء العاشر بتاع فاست اند فيريس، واحتمال كبير هيكون الجزء الاخير ده. الاوفيشال تريلر التاني احنا كنا عملناه قبل كده تريلر رياكشن، وده الاوفيشال تريلر 2. وانا كان نسبه ترقبي فيه مش كبيره يعني، لان انا اصلا خلاص يعني من نوعيه الناس اللي انا اي لوست انترست في مسلسلات رمضان. اي لوست انترست في سلسله افلام فاست اند فيريس من الاخر، يعني زهقت لان كل الافلام تبقى كلها شبه بعضها يعني. لان خلاص يعني انا من وجهه نظري الشخصيه كان مفروض السلسله تقف لحد معموت بول وولكر يعني، وخلاص على كده يعني. اللي هما بيعملوه ده مجرد يعني زي ما تقول كده حلب القصة يعني، عشان مجرد يجيبوا فلوس مش اكتر. طبعا كان عادة ما شوفش التريلر ولا مرة، هشوفه معكم دلوقتي الاول مرة فاست اند فيوريوس الجزء التاسع. يلا بينا. So dangerous it shouldn't exist for another half century. What would you do with it? Launch some global attack? He's got his own private army. We need help. We've never faced anything like this. We'll need cars, fast cars. Please tell me that's not a Pontiac Fiero strapped to a rocket engine? Impressive. I know. You woke the wake up. Whoa. Get back in front. Did everything you gave up. Even when we die, we raise up. We going wild. Get back. Really, duct tape? You acting like we on our way to Home Depot. Hunter! No! او ماي جاد او ماي جاد يا رهوي. ده هم حرفيا اخدوا يا جماعه ثانيه. اولا التريلر طويل فشخ، ده مبدئيا التريلر 4 دقايق. ليه تريلر 4 دقايق؟ انا مش فاهم. انا تقريبا مش محتاج اتفرج على الفيلم، انا اتفرجت على الفيلم كله. ده واحد. ثانيا ده حرفيا اخدوا الافيه اللي كان محطوط على السوشيال ميديا تقريبا السنه اللي فاتت وما زال، على موضوع ان الفاست اند فيوريوس القصه خلاص يعني زي ما كنت بقول من شويه حلبت، و يعني الجزء العشرين بقى هيعملوه في الفضاء. وفعلا اخدوا ريفرنس من الجوك اللي كانت موجوده على السوشيال ميديا، وفعلا ده هيبقى في فضاء هيطيروا فعلا، العربيه هتطير وحاطين بقى صواريخ وبتاع وحركات. خلاص بقى يا جماعه يعني ابوس ايديكم، كفايه السلسله دي يعني اتحلبت يعني بمعنى الكلمه كفايه قوي. هتفرج عليه ولا مش هتفرج عليه؟ بصراحه مش عارف اذا كان هتفرج عليه ولا لا. بصراحه اشك ان انا ممكن اتفرج عليه.
مش عارف هشوف لسه برضو. انا نسبة رقوبي للفيلم 6/10 مش اكتر من كده. لان انا خلاص انا زهقت من السلسلة دي، وعارف ان لسه هيبقى في جزء تاني، وجون سينا يعني انا توقعي من قبل ما اشوف الفيلم جون سينا هو الفيلن، تمام؟ بعد ما هو يبقى الفيلن يا اما احتمال كبير جدا يا اما هيفضل هو الفيلن بتاع الجزء اللي جاي كمان، اما هيبقى هينضم لان هو اخو فين ديزل، هينضم لفين ديزل والبفة بتاعته في الاخر هيعملوا يعني هيحاولوا ان هم ياخدوا ريفنج من الشخصية اللي هي بتاعت شارليز تايرون، وبعد كده جون سينا هيتكل على الله وهيموت يعني، فهو بقى ياخد بقى الانتقام بقى لاخوه الجزء اللي بعديه. خلاص بقى فيلم هندي قوي، فيلم هندي قوي يا جدعان، يعني مش ممكن كفايه قوي كده. ليه 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 كل ده؟ مش متحمس له قوي بصراحه يعني. بس هو قشطه لو الواحد يتفرج عليه في السينما حلو، بس مش حلو تتفرج عليه في البيت يعني. هو فيلم سينما لان زي ما انتم شايفين التريلر كله حركات وبتاع وطيارات وعربيات بتدشدش سينما قوي، بس مش برضو مش خلاص يعني كفايه، الواحد زهق يعني من الاخر سكه ودغري. التاني اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن هو فيلم تشانغ تشي اند ذا ليجند اوف ذا 10 رينجز، وده فيلم من افلام عالم مارفل السينمائي اللي احنا هنتعرف عليه حرفيا جديد، وده كاركتر جديد موجود في عالم مارفل السينمائي ما نعرفش عنه اي حاجه خالص، وانا ما قريتش عنه اي حاجه لان انا مش من محبين قرايه الكوميك بوكس. انا بحب اتفرج على الافلام بتاعت الكوميك بوكس زي مارفل ودي سي، بس مش من محبين القرايه يعني بتاعت الكوميك بوكس. فاعذروني لو انا بتفرج على التريلر ممكن يكون في كاركترز تطلع انا ما اعرفهاش، لان اكيد الناس اللي بتقرا الكوميك بوكس اكيد فاهمه مين دول ومين عارفين مين دول والكلام ده كله. فانا ده هيكون اول تعرف ليش شخصية شانغ تشي ده. فيلم من اخراج داستن دانيال كريتن، وده اللي كان اخرج قبل كده الفيلم اللي هو جاست ميرسي بتاع مايكل بي جوردن وذا جلاس كاسل. البطولة بقى انا عايز اشوف البطولة هل هم كلهم اسيويين ولا برضو هيبقى فيه ناس كاركترز من عالم مارفل السينمائي، انا مش عارف. اوكي معنا اقوى فينا، تمام ماشي. مين بقى شانغ تشي؟ اسمه سيمو ليو، ده شانغ تشي ماشي. ميشيل يو، عارف ميشيل يو دي تقريبا الاسم ده مش غريب عليا. معانا واحد اسمه توني تشي واي ليونغ، ظهر ان هم كلهم اسيويين فعلا. فالا تشن، دالاس ليو، دالاس ليو ايه الاسم الغريب ده؟ ده برضو اسيوي، ده كلهم اسيويين، ده مفيش اي حد ليه علاقه بعالم مارفل السينمائي اللي فاتوا، مفيش تقريبا مفيش اي كاركتر موجودين بتوع افلام مارفل اللي فاتوا صح. وكبرضه كان يعني من ناحيه التايم لاينز انا مش عارف الفيلم ده برضه هيدور على اني تايم لاين، ما عنديش اي فكره، فاحب ان انا اطلع على التريلر واعرف يعني وانا بتفرج، على الرغم ان انا مش متحمس له خالص الفيلم عشان تبقوا عارفين يعني سكه ودغري. انا في عالم مارفل السينمائي انا لو هنتكلم كافلام انا مستني فيلم سبايدر مان ومستني فيلم دكتور سترينج الجزء الجديد وخلاص على كده شكرا، مش عايز اي حاجه تاني من مارفل، لان الفيز الجديده اللي داخله عليها مارفل في الافلام بصراحه مش داخله دماغي يعني، مش عارف ليه يعني، حاسس ان الافلام الحلوه انتهت عند اند جيم، بعد كده انا حاسس ان الافلام كلها بتبقى اي كلام يعني، مش عارف ليه. طبعا كالعادة مشوفش التريلر ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي الأول مرة فيلم تشانغ تشي، يلا بينا. يا جماعة اختيار اقوى فينا للفيلم ده ممتاز ممتاز ممتاز، اختيار اقوى فينا. التريلر انا رحت مع التريلر، انا رحت مع التريلر حرفيا رحت معاه يعني، انا ما كنتش متوقع نهائي وانا قاعد بتفرج، قلت هحس ان انا قاعد بتفرج على نفخ ومش عارف ايه والكلام ده كله. الساوند تراك اللي تم اختيارها في التريلر ده
اميزنج. يعني ايه ده، ايه العظمه ده، كفايه حته الضرب هما كانوا بيضربوا، الساوند تراك شغاله وبتقف وشغاله عظمه عظمه. مش عارف ليه الفيلم ده ناقصه حاجه واحده، تخيلوا حاجه واحده بس، يا سلام يا سلام، ولو حصلت هبقى بصوا يعني جامد فشخ في الحوار التوقعات. تخيلوا لو جاكي شان ظهر في الفيلم ده، مش عارف ليه عندي احساس، تخيلوا لو جاكي شان ظهر ان شاء الله حتى دقيقه، يعمل اي حاجه ان شاء الله، يطلع يتكلم كده بس وما يقولش اي حاجه، الفكره هتبقى فشيخه. جاكي شان في الفيلم ده هيضيف كتير قوي عشان تبقى عارفين، يعني لو ظهر في الفيلم ده. لا التريلر شكله جامد قوي، وايه ده، انا حتى قعدت برضو اركز، قلت يمكن اطلع بكاركتر من عالم مارفل السينمائي القدام ولا حاجه، انا ما شفتش حاجه بصراحه، ما حسيتش ان في اي ريفرنس لافلام مارفل اللي فاتت، فانا كتايم لاين تقريبا ده خلاص بقى دخلنا على الفيز الجديده، مش هيبقى في اي ناس من الناس القديمه، ده من وجهه نظري الشخصيه يعني. بس كفيلم شكله جامد، لا شكله جامد قوي يعني، هيعرفنا بقى الكاركتر مين هو جانج تشي والناس دي والكلام ده كله يعني. فلا الفيلم شكله هيبقى تقيل بصراحه، واحب ان انا اتفرج عليه كمان في السينما حتى لو اتعرض على منصه من المنصات يعني. نسبة ترقبي للفيلم 9/10 لفيلم جانج تشي. متحمس، متحمس بصراحة. مش عارف هيكون في افلام ايه تاني، ايترنلز تقريبا بتاع انجلينا جولي وسلمى حايك، بس انا لسه ما شفتش التريلر بتاعه، تقريبا ما نزلش لسه الاوفيشال تريلر. بس الفيلم ده اوفر اول عجبني التريلر بتاعه. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم تشانج تشي وفاست اند فيوريوس الجزء التاسع. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديو تاني قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.